لأنهم يعرفون جيدا أردوغان الآن هو زعيم شخصية قوية مؤثرة عالمية، هذا شيء معروف. لو أردوغان نجح أيضا في 2023، هذا بمعنى 5 سنوات المقبلة إذا سيدير الدولة في الحقيقة، أردوغان سيكون حقيقة زعيم دولي كبير وحقيقي ومؤثر في الإقليم. الآن تركيا أصبحت قوة في الإقليم، هذا الآن هي تغير الموازين، تركيا الآن تؤثر على تقلبات، على سياسات جديدة، موازنات، هي مجرد ما تميل الطرف هناك تكون لها تأثير في الحقيقة. لذلك أردوغان ليس أردوغان السابق الذي كان يحكمون على تركيا ويديرون تركيا من خلال صندوق النقد الدولي، من خلال السياسات الأمريكية غربية. في الحقيقة أردوغان أخرج تركيا من هذا المأزق، من أسر هؤلاء. لذلك الآن أمريكا لا أجنة في المنطقة، ونحن نعرف أن الحرب الكبير الذي يدور حاليا هو في الحقيقة حرب بين أمريكا والصين، ويساند إلى هذا الطرف الطرف الروسي. لذلك أمريكا لن تهتم في الحقيقة ب يعني حربها مع الصين، لكن أثناء هذا الحرب من هو يكون عرقل أمام هذه الأجندة هو في الحقيقة المشكلة لبايدن. لذلك التركية وأردوغان على نوعا ما هو يعتبر عرقل لهذه السياسة الأجندة الأمريكية نحو الصين وروسيا.